اهلا بكم مشاهيري ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. جدد التحيه على حضراتكم من محافظه دمياط. احنا النهارده تحديدا في وحده الحيوانات الاليفه بمديريه الطب البيطري بدمياط. يعني الحقيقه الوحده هنا مميزه وبتقدم خدمات كتير للمواطنين ومفتوحه طول الاسبوع. احنا بنلتقي مع الدكتور ايهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، هنعرف منه ايه الخدمات اللي بتقدمها الوحده لابناء محافظه دمياط. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا فندم. احنا في وحده الحيوانات الاليفه في دمياط، والوحده يعني الحقيقه مسمعه شويه في دمياط ولها دور كبير. حضرتك كده كلمنا ايه الخدمات اللي بتقدمها الوحده؟ وحده الحيوانات الاليفه من الوحدات الجديده اللي احنا انشاناها منذ فتره بسيطه. هي طبعا متخصصه في علاج الحيوانات المنزليه البيتس انيمال، سواء القطط سواء الكلاب اللي موجوده المنزليه او الكلاب اللي بتتربى. طبعا بتقدم جميع الخدمات العلاجيه للحيوانات الاليفه، من علاج بطنه وعلاج معديه وكمان علاج حالات جراحيه. المركز متخصص في عمليات جراحيه كتير في الحيوانات الاليفه، بتقدم عمليات التحصينات وعمليات التطعيمات وعمليات المتابعه الشهريه للحيوانات الاليفه سواء القطط سواء الكلاب في نطاق المحافظه. طبعا في عندنا طقم اطباء اكفاء في هذا المجال، وعندنا طبعا امكانيات كثيره في الوحده، منها غرفه عمليات ومنها سونار للكشف بالاشعه الموجات فوق الصوتيه، فهي متخصصه في علاج الحيوانات المنزليه بصفه عامه. احنا بنستقبل حالات قد ايه كل يوم يعني؟ كل يوم من 15 ل 20 حاله يوميا بتيجي في الوحده بتاع البيت الالي. طيب العلاج هنا يعني بمصاريف ولا مجاني؟ العلاج اقتصادي باجور رمزيه وتذاكر كشف بسيطه، ففي متناول الجميع. سهل على الناس يعني. سهل. طيب في برنامج مثلا لتلقي التطعيمات والتلقيحات والكلام ده؟ طبعا كل حيوان بيعمل له بطاقه تعريف، بطاقه التعريف دي عباره عن بيتكتب فيها نوعه واسمه واسم صاحب الحيوان وعمره وطرق العلاج اللي خدها و ايامه وبرنامج التحصين اللي هيمشي عليه بيتكتب له فيه في الكارت بتاعه، وبيبدا يتابع صاحب الحيوان مع الدكاتره في مواعيد معينه لعمليه التحصين المستمر. يعني انا لو عندي حيوان ممكن اجيبه هنا بيتعمل له بطاقه وكارت وبيتحدد له مواعيد التطعيم. ده لاي مواطن، لاي ده مفتوح لاي حيوان لازم يتعمل له بطاقه. لاي حيوان يعني عنده لاي مواطن عنده حيوان مثلا ممكن يجي يسجل هنا واعمل له بطاقه تعارف. التعارف بتفضل معاه على طول مدى الحياه. والمركز هنا يعني او الوحده هنا فيها امكانيات بالنسبه للاجهزه الحديثه اللي هي اجهزه الجراحه. عندنا جميع عدد الجراحه، عندنا السونار، عندنا الميكروسكوبات للتحليل المعملي، عندنا شغل معملي بالنسبه للبيت انيمال كويس جدا، وعندنا كمان غرفه جراحه مميزه بتجرى فيها العمليات الجراحيه. طب برضه بنعرف مشاهدينا برضه اللي عنده حيوانات اليفه يعني مواعيد العمل هنا امتى؟ مواعيد العمل يوميا من الساعه 8:30 للساعه 2. من 8:30 للساعة 2. يقدر اي واحد عنده حيوان يقدر يجي في اي وقت. ان هو يشرفنا موجودين ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور ايهاب وربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. طب حضرتك كده كلمنا على خطة العمل الفترة اللي جاية، يعني بالنسبة للفترة اللي جاية طبعا احنا عندنا خطة طموحة لتطوير عملية وحدة البيت انيمال، ان احنا عايزين نعمل ان شاء الله مستشفى بيت انيمالز تبقى شغالة 24 ساعة. بيتم في خدمة 24 ساعة. 24 ساعة على نوشيات، ويتم استقبال الحالات فيها على مدار اليوم، وهيكون فيها برضه مكان للفندقة وحجز المبيت للحيوانات البيت انيمال. ما شاء الله ده شغل، ده شغل راقي يعني. اللي مسافرين ولا عايز يسافر بره مصر مثلا وعايز يسيب حيوانه ممكن يسيبه فتره لغايه ما يرجع. يعني وحده اقامه ممكن حد استضافه. 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 ان شاء الله ده شغل يعني. ان شاء الله هنعمله الفتره القادمه، ربنا يوفقنا فيها. يا رب. ربنا يوفقك. شكرا. كان معكم معتز الشربيني مدير مكتب اليوم السابع بمحافظه دمياط.